السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا ألف أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج قهوتك عندنا. صباح الخير وصباح السعادة على كل المشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، مشاهدي قناة الصحة والجمال ومشاهدي برنامج قهوتك عندنا. النهاردة إن شاء الله أنا هتكلم في الحلقة، بوجه كل الحلقة كلها اتعملت لكل بنوتة وكل ست بتشوفني. طبعا كلنا عندنا هوس بالميك اب، تمام؟ اغلب الفلوس اللي بنمسكها بنصرفها على الميك اب، كلنا عندنا هوس كده البنات والستات. عشان كده النهارده الحلقه يعني دسمه بالميك اب. انا النهارده معايا ثلاثه ميك اب ارتست، كل فقره كل ميك اب ارتست هتتكلم في كل فقره عن حاجه معينه عن الميك اب. مش هنسيب حاجه لما نقول لكم عليها، من البشره لتجهيز البشره للميك اب، كل حاجه هنتكلم فيها. يا ريت تتابعوني كل بنوته كل ست بتشوفني. وطبعا عندي فقره تانية في البرنامج، وهي فقره تخص حاله انسانيه، وكمان فقره تخص اهل مركز ومدينه طمة محافظه سوهاج بلدي. وان شاء الله هنتكلم عن حاجه تخص الصعايده، الصعايده اهل الصعيد اهل الكرم. عندنا فقره استنونا. رحبوا معايا بالميك اب ارتست، اول ميك اب ارتست في البرنامج النهارده، وهي نيفين ادري، وهنتكلم معاها عن كل حاجه تخص الميك اب. اهلا وسهلا بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي، نورتيني في برنامج قهوتك عندنا. ميرسي ليكي. استاذه نيفين ادري، قولي لي، كلميني عن نفسك الاول، عرفي الساده المشاهدين. نيفين ادري، ميك اب ارتست، بروفيشنال ميك اب ارتست، سيرتيفايد ميك اب ارتست. كنت خدت كورس مع كذا حد، من ضمنهم اسماء ديب ونور نور ادري برضو، ميك اب ارتست. وكنت وطبعا بقى لي في المجال بقى لي حوالي 5 سنين. طبعا هو الموضوع تالنتد شويه، يعني انا بحس ان هو يعني بيبدا بالتالنت، يعني لو موهبه الموضوع. لسه هقول لك، طبعا هي موهبه عندك وانت اثقلتيها بقى بالكورسز والكلام ده. بالظبط، غذيتها يعني، عارفه. تمام. هو الموضوع لان هو بيبقى محتاج طولة بال، وبيبقى محتاج يعني، فاهمه. فالحمد لله، الحمد لله ان الواحد دلوقتي يعني بقى في المكان اللي هو فيه ده. طب بقيتي مشهوره يعني؟ يعني شويه، مش قوي. طيب نتكلم عن الميك اب. قبل ما نتكلم عن الميك اب، مين اللي شجعك بقى انك تكملي في المجال ده؟ بصي، هو اول حاجه حد شجعني جوزي بصراحه، وبعد كده والدتي طبعا، وكل اهلي وكل قرايبي، وعشان هم عارفين ان انا يعني بحب. بقى يا ريت كل زوج بيسمعنا دلوقتي، مراتك لو بتحب حاجه تشجعها انها تكمل. مثال اهو، جوز نيفين ادري. بس فعشان كده دخلت المجال يعني، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. دلوقتي بقيت يعني المفروض المفروض. تمام، ما شاء الله عليكي. طيب ندخل بقى نتكلم عن الميك اب. قولي لي بقى، البنوته لما تيجي تحط ميك اب، هي المفروض تعمل ايه الاول؟ بتجيب على طول الحاجات دي كلها وتحطها على بشرتها، ولا نعمل ايه الاول؟ لا، هو مبدئيا اهم حاجه ان انا اجهز البشره. تمام. ازاي اجهز البشره؟ احط لها اول حاجه بحط بنضف طبعا بالتونر، والبشره تبقى صافيه خالص. وبعد كده بحط حاجه اسمها كلينيك، يعني ده حاجه بترطب البشره، ما تخليش يعني لو في مثلا هنا او هنا او هنا بيبقوا دايما الحتت دي حتت دهنيه. قصدك برايمر؟ بالظبط. بس هو قبل البرايمر، لا هو زي يعني زي البرايمر. تمام. الكلينيك دوت. وبعد كده بحط البرايمر. وبعد البرايمر ابدا بقى اسيب البشره تهدى، وابدا احط الفاونديشن، او لو عندي مثلا حبوب، او لو عندي حته غامقه بحط الكوريكتور. بحط كوريكتور اورنج. وبعد كده الاورنج ده عشان اخفي الهالات، ولا عامه مناطق معينه؟ ده في اي منطقه غامقه، يعني هالات مثلا حبايه راحت وعامله مكانها يعني حاجه غامقه فبحطه. تمام. حبايه حمراء مثلا احط كاركتر لونه اخضر. فده بيخفي ال 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 يعني بيخفيها فعلا يعني، بيخفيها. بس الحبوب، لو في حبوب موجوده مش بتختفي؟ ما هو انا ما اقدرش اخفي البومبي بتاع الحبايه، يعني بومبي بتاع، انا مش تجميل، انا بعمل ميك اب، فانا ما اقدرش اخفي البومبي، لكن بدي ايحاء للي بيشوفني ان انا معنديش. هي هتبقى نفس لون البشره كلها. تمام. مش هيبان الحمار بتاعها، مش هيبان يعني، فاهمه قصدي؟ مش تبقى ميه واحده البشره بالظبط كده، فمش هتبان، فعيني مش هتيجي عليها يعني، مش هتخطف العين. تمام. بس فبعد كده بقى ببدا اجهز البشره، وبعد كده احط الفاونديشن، وبعد كده ابدا بقى يعني اعمل الفول ميك اب.
تمام. بس نبتدي بقى عملنا واحنا بنعمل الفول ميك اب، نبتدي بايه؟ انا عايزه عادي بقى في اتكلم بنات عن تبتدي الكونتور. بالعين، في بنات تبتدي بال، والله بصي ما بتفرقش على حسب ارتياح اللي بيشتغل، يعني انا ساعات بشتغل بالعين الاول وساعات بشتغل بالوش الاول، تمام. يعني هي ما بتختلفش في حاجه. لكن انا المفروض يعني انا اجهز، خلاص جهزت الوش وجهزت البشره، خلاص ابدا بقى. يا اما هبدا، لو هبدا بالوش هحط الفاونديشن وبعد كده هعمل الكونتور. تمام، نتكلم بقى هي فقرتنا عن الكونتور. بالظبط. تمام. اه ايه بقى الكونتور ده؟ خد فتره البنات عايزه تعمل كونتور، عايزه اصغر وشي، مناخيري، بقي، عايزه شفايفي تكبر، الكلام ده أيوة. كله احنا عارفينه. دي حقيقه. دلوقتي انا يعني شايفه انه مش موضه، صح كده؟ هو مش موضوع، مش موضه، هو دلوقتي الكونتورنج ده عباره عن ايه؟ ان انا لو عندي مشكله في البشره او مشكله، سوري، مشكله في الوش عايزه اخفيها وما اخليش العين تيجي عليها، بعمل كونتور. بعمل كده. بالظبط. حد مثلا مناخيره طويله قوي بحاول اقصرها شويه، حد مناخيره قصيره قوي، حد مناخيره كبيره طبعا قوي. هو مش بيأثر فعلا، تمام، ومش اللي هو خلاص يعني المناخير مثلا ما خفتهاش، لا ده بتدي برضو ايحاء بالظبط ان انا عملت كده. هو بيبان الكونتور. بيبان الكونتور، لان انا مثلا بعمل كونتورنج وهايلايت. الكونتور بيعمل ايه؟ بيظهر لي الهايلايت، بيظهر الحته اللي انا عايزه ابينها. الكونتور بيداري الحته، يعني انا مثلا مناخيري يعني كبيره، فبقوم عامله ايه؟ رسمه الكونتور من هنا ومن هنا، من هنا بس، فاهمه؟ فببين لك بعينك بتيجي على الحته دي واحط هايلايت، عينك تيجي على الحته دي. تمام، احط هايلايتر هنا؟ لا ما تحطيش الهايلايتر للمكان اللي عايزه تبصي الناس تبص عليه. المناطق اللي انا عايزه انورها. بالظبط كده. لكن الكونتور بيخفي، يعني عايزه مثلا ارفع الوش شويه، فبقوم عامله من هنا. ابدا الكونتور من هنا، عشان ناس كتير قوي بتبدا الكونتور من هنا وتنزل لتحت. فانت كده نزلتي الوش، انت فاهمه قصدي؟ بس فالكونتور يعني بيخلي ملامح الوش تختلف. يعني مثلا في ناس بتعمل، ممكن تعمل زي مثلا زينة النجار مثلا، عملت طبعا ميك اب ارتست كبيره وجميله، عملت كذا لوك بالكونتور، هي نفس الشكل، هي نفس الوش، بس هي انت تشوفيها تقولي لا دي حد تاني ودي حد تاني. فالكونتور بيغير الملامح. تمام. بس الكونتور قاعدين نقول بقى كونتور ولا كنتور؟ كونتور. تمام. طيب عندنا صور، يا ريت فريق الاعداد يشوف الصور. تمام، ننزل الصور على الشاشه. ده تمام، الصور معانا. ده لوك. ده انا، لا اللي قبله، اللي قبله ده دراماتيك ميك اب. تمام. الدراماتيك ميك اب ايه اللي هو دراماتيك ميك اب؟ ميك اب بيبقى تقيل قوي، واي لاينر، اوكي زي ما انت شايفه كده، والالوان بتبقى يعني دارك شويه، ما بتبقاش زي كده اللي هو السموكي. فده ما يعتبر من الدراماتيك ميك اب. انا بحب اللوك ده قوي. تمام. هنا السموكي لونه ايه؟ بيربل. تمام. الناس فاكره سموكي يعني بيبقى اسود. لا لا، ممكن اعمل الوان وادرجها واقول ان هي سموكي. بالظبط كده. هو اهم حاجه البلندنج، يعني استخدام الفرش. يعني انا ممكن بالبلند بخلي اللون ناعم، انت تحسيه، تشوفي ان هو بيشدك. طيب عايزه اسالك، بالبلاند بالبراش ولا البيودي بلانتر؟ لا بالبراش، انا بتكلم على الـ 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 العين. العين مش بالبيوتي بلاندر، انا بحط الاي شادو بالفرش. بحط بالفرش، فبعمل بلاندنج بالفرش، يعني انا عندي فرش للبلاندنج بس. تمام، كل ما ادمج كويس بتظهر، بتبقى ايه اللوك حلو. يعني لو في فرش بحط بيها اللون، يعني مثلا عايزه اغمق من الحرف، فبحط اللون بفرشه معينه اللي هي بتبقى يعني صغيره كده شويه، وباجي بالفرشه بتاعت البليندنج غالبا بتبقى اكبر شويه. تمام. فعشان تعرف تدخلي اللون وتدمجه مع بعض. فهو ده اللي بيدي الجمال في اللون لما بتيجي تشوفيه، مش محطوط كده، يعني فاهمه قصدي؟ بس ده شغلك. ده اللوك، ده لوك، ده برايدال لوك وهادي شويه، يعني مش انا بحب برضو الحاجات الهاديه، لان برضو اغلب العرايس بيبقوا عايزين حاجه ساعات لايت، مش عايزين يبقوا شكلهم اوفر، مش عارف ايه. بصي هنا في الصوره دي الكونتور باين
قوي صح؟ اه الكونتور في الوش هنا كله يعني. هو الكونتور هنا مغير الملامح خالص. لا وحلو يعني، انا بحب الشكل ده بيبقى جميل بجد. هو الكونتور الكونتور بيخلي يعني بيعمل اتراكتيف او اتراكت اللي قدامك بالظبط، وشك فيه حاجه حلوه بس ما بتبقاش باينه ان هي. بس اهم حاجه ان انا برضو اعمل له بلندنج كويس، يعني ما اسيبش الحته دي كده غامقه والحته دي فاتحه، ما اسيبش الحته يعني فاهمه قصدي المناخير. لازم بعمل له بلندنج كويس عشان يبان. هي اهم حاجه في الميك اب بلند، ازاي تعملي بلندنج للكونتور للفاونديشن لكل حاجه عشان يطلع لوك حلو. بالظبط حلو جدا بالظبط كده. ناخد اتصال بقى. اوكي اتفضل. مين معانا؟ استاذه ولاء معانا. ايوه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم اتفضلي يا استاذه ولاء. ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ اتفضلي حضرتك. استاذن حضرتك، انا كنت عايزه اسال على حل لعلاج حب الشباب، ازاي اقدر ادريب الميك اب او علاج فعال يقدر يزيل حب الشباب وخصوصا في سن اللي هو التين ايجرز ال 18 ممكن. تمام حضرتك هتجاوب عليكي استاذه نيفين. تمام شكرا لحضرتك يا فندم. هو بصي، ما هو الحبوب زي ما قلت لك، الحبوب بالنسبه لعلاجها يعني بحط فيوسيدين مثلا، ده مضاد حيوي ده للعلاج. بس مش مع كل الناس، احيانا البشره بتبقى حساسه. ما هو بقى انا يعني ارجح انها تسال دكتور في الموضوع ده. انا ما لكن انا بالنسبه للميك اب ان انا اخفيها ازاي، في كوركتر، في حاجه اسمها كوركتر. الكوركتر للحمر لو الحبايه حمراء لسه يعني مش اقدر اخفيها. انا اخفيها بقى. بحط كوركتر لونه اخضر. تمام اوكي، وبعمل له بلاند وبسيبه يهدى، وبعد كده بحط فوقيه الفاونديشن، ما بتبانش خالص الحبايه. لو الحبايه لونها غامق بحط كاركتر لونه اورنج. تمام، وبرده بعمل له بلاند كويس وبسيبه بعد كده يهدى. طيب قولي لي ايه موضه الشتاء بقى، فصل الشتاء ده الموضه في الميك اب ايه؟ بصي انا شايفه دلوقتي حاليا هو الالوان، الالوان برضو يعني حتى الالوان معروفه في الصيف، بس برضو في الشتاء الالوان متواجده معانا. بالظبط يعني البيربل طالع موضه، طبعا السيلفر طالع موضه اللي هو زي في اللوك اللي انا وريته لك من شويه. ايه تاني يعني انا شايفه ان الالوان البيربل السيلفر البينك برضو ده ما بيبطلش صيف شتاء، ما بيبطلش. تمام طبعا البراون برضو يعني على حسب، بس انا عموما بحب الالوان في الميك اب. يعني ممكن اعمل ميك اب عادي خالص ومن تحت بس احط لون بيربل، هيديني ضي للعين. تمام، عايزه اقول لك اللوك لما يكون هادي بيبقى احلى بكتير. بكتير بالظبط. ما هو الدراماتيك ميك اب ده بيبقى ليه يعني اوكيجن معينه، مناسبه معينه، لكن الميك اب العادي انا برجح ان انا ما احطش حاجه غير الروجاجو وهحط كحل او روج، يعني روج وكحل وبس وروجاجو. ده للبنت العاديه بيبقى حاجه هاديه. بنات الجامعه. بنات الجامعه تنت جاست تحط تنت وروج هيبقى التنت حلو. عايز اقول لك فظيع. التنت بيدي نضاره للوش. بالظبط بيدي نضاره للوش، لكن طبعا مش واحده رايحه الجامعه هتحط فاونديشن بيحطوا كده، بس احنا يعني دايما ننصحهم حاجه خفيفه كده عشان بس لان كل ما بيقعد كل ممكن ما الوش بيعرق يعني ما بيبقاش لطيف يعني يبقى احسن لها يعني. طب ايوه قولي لهم ميك اب النهار غير الليل خالص يعني. ميك اب النهار طبعا غير الليل، حتى في الفاونديشن لو انا عايزه احط فاونديشن في فاونديشن معين للنهار بيبقى حتى ما بيحتاجش ان انت تحطي عليه باودر. تمام، فالفاونديشن بيتحط على طول وتحطي بعد كده عليه روجاجو، هو جاست ان هو بيوحد لون البشره وبيخفي اي عيوب بس. تمام. فبيخلي ولو حطيتي عليه تنت وروج خلاص يعني بقى لطيف وحاجه بسيطه وسريعه في نفس الوقت. حبيبتي انت نورتيني النهارده في برنامج قهوتك عندنا. مرسي. وان شاء الله تنوريني تاني وبالنجاح ليكي دايما يا رب ان شاء الله. ونيفين عندها سنتر الناس اللي حابه تروح العنوان على الشاشه. تمام، وبالتوفيق ليكي يا حبيبتي يا رب. فيلا 10 المقطم شارع جاردينيا. تمام، بالتوفيق ليك يا رب، نورتيني النهارده. ميرسي حبيبتي، ميرسي، ربنا يخليك. فريق الاعداد يا ريت بس تجيبوا لي صور عن الصعيد زي ما قلت. جاهزه الصور؟ طيب تمام. بالنسبه للصعيد عندنا الصوره دي اللي انتم شايفينها اعزائي المشاهدين دي من مركز ديروت محافظه اسيوط. المجموعة من الشباب زي الورد اهو
منهم الدكتور البيطري ودكتور بشري ومهندس ومحامي، حاجات كتير يعني، مناصب كده عالية في الصور اللي انتوا شايفينها من الصعيد مركز ديروت. في حد فيهم لسه بيصور جديد، فاقترح ان هم يعملوا السيشن اللي انتوا شايفينه ده، نزلوا لبسوا كلهم الجلاليب ونزلوا يعملوا السيشن. طبعا هم بيوصلوا لكل الناس قد ايه احنا محتفظين بالعادات والتقاليد بتاعتنا، قد ايه ان احنا يهمنا تراثنا عمرنا ما ننساه. بيوصلوا ان الصعيدي في اي مكان بالنسبة للهجة فهو بيعرف يتكلم زي اي حد، بالنسبة لان هو محافظ على لهجته ولكنته، فده شرف لينا كبير قوي بصراحة. في ناس بتتكلمت علينا على الصعايدة، فاحنا حابين هنا من خلال البرنامج نقول لهم الصعايدة اهل الكرم، الصعايدة محدش زيهم. انا من اهل الصعيد ومنحازة قوي للصعيد. بالنسبة للجلابية هنا الناس قالت لي لازم اقول، الناس بتتريق، بعض الناس مش كل الناس بتتريق على الجلابية، بيقولوا ايه اللي انتوا لابسينه ده. لا يا جماعة، الجلابية عايزة اقول لكم هنا الجلابية اقل جلابية بتتكلف عندنا في الصعيد عشان ترزي يعمل الجلابية، اقل جلابية 4000 جنيه، تمام؟ جلابية وعمة زي ما انتوا شايفين، حاجة تشرف بصراحة. فتحية للشباب، شباب ديروت، وانا مبسوطه جدا بالسيشن ده ومبسوطه جدا ان انا سعيديه، وتحياتي لاهل السعيد من برنامجي هنا. نشوف فريق الاعداد يجيب لي صور من مركز طمه محافظه سوهاج، صور تخص مجلس ومدينه طمه. استاذنكم بس تنزلوا الصور. بالنسبه لمجلس ومدينه طمه، فاليومين دول من فتره كده مسك المنصب ده استاذ ابو الخير، هو جديد، فمن اول ما تعين ما شاء الله يعني الراجل عامل شغل كبير جدا جدا في البلد في طمع. فعايزين نشوف الصور. الصور اهي قدامنا، هنا الراجل بيتابع ليل نهار، مش مقصر مع اهل بلده. لما حد بيكتب مشكله على الفيس على طول بينزل، وزي ما انتم شايفين ليل نهار بيشتغل. بس انا بوجه رسالة للمواطن الطماوي من برنامجي هنا. في بعض الشكاوي شفتها امبارح، زي مناطق كده فيها حد بيرمي زبالة، فالناس بتقول فين مجلس المدينة. لا، انا هنا شايفة ان الراجل شغال كويس والفريق اللي معاه شغال كويس، فياريت رسالتي لكل مواطن نتعاون مع بعض عشان البلد. يعني انت ما ترميش زبالة وانت خارج شايف مكان مهجور، مش لازم ارمي فيه، لا، احافظ انا من نفسي، ابتدي انا من نفسي. تحياتي لمركز ومدينة طمة، تحياتي لمركز شرطة طمة لانه قايم بالواجب بصراحة في مركز طمة. شكرا لحضراتكم جميعا. فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل، ومكملين معاكم عن الميك اب، ومعايا تاني ميك اب ارتست هدير ناهض، وهنتكلم معاها عن العروسه وازاي نجهز بشرتها، وبعدين نتكلم عن الميك اب. رحبوا معايا بالميك اب ارتست هدير ناهض. ازيك يا هدير؟ ازيك يا عامله ايه؟ عامله ايه الاخبار؟ الحمد لله تمام. الموديل اسمها ايه؟ شيماء. ازيك يا شيماء؟ عامله ايه؟ عامله ايه بقى يا هدير؟ قولي لي ايه الحمد لله. اللي عاملاه في الموديل؟ بصي انا عامله لها لوك نو ميك اب لوك، يعني يبان انها مش حاطه ميك اب كتير. تمام. الميك اب ده بينفع لبنت مثلا رايحه الجامعه او عروسه في اول جوازها، او اي مناسبه ما فيهاش يعني بالصبح نهار. حلو. تمام. دلوقتي هكمل لها بس الميك اب على الكاميرا واحنا بنتكلم. طيب قولي لي بقى جهزتي بشرتها ازاي؟ بصي جهزت بشرتها الاول اني حطيت لها الاول هي بتغسل وشها كويس قوي. لازم الوش يبقى نظيف قبل ما نبدا شغل. تمام. تاني تركايه ان احنا لازم نقفل المسام بتاعه البشره كويس جدا. قفلت المسام بتونر، وبعد ما قفلنا المسام حطينا كريم مرطب. تمام. تمام. بعد الكريم المرطب حطينا صن بلوك لان هي نازله الصبح. بعد الصن بلوك حطينا برايمر، وابتدينا بقى نصلح عيوب يعني البشره. يعني الصن بلوك الاول قبل البرايمر والفاونديشن؟ قبل البرايمر. تمام. وبعدين حطينا
دارينا العيوب بتاعت البشره يعني التصبغات، لو في عندها اثار احمرار بنداريها بالمصحح اللي هو لونه اخضر، لو في هالات داريناها بالمصحح اللي لونه اورنج. تمام تمام. بس بعد كده حطينا الفاونديشن يعني هنا بالنسبه للهالات عندها انا شايفه الهالات ايه قليله ولا هي مدريه؟ مدريه لكن كانت اكتر من كده يعني. فانت حطيتي اورنج الاول، هي عندها هالات وراثيه يعني وراثه، فلازم نداريها. حطينا اورنج الاول. تمام. وحطينا كنسيلر عليه، حطينا كنسيلر لونه غامق مش حل. افتح منهم بشرتها. بعدين حطينا فاونديشن. تمام. بعد الفاونديشن فتحنا بقى تحت العين بكونسيلر افتح شويه. حلو جدا. بس بعد كده بقى حطينا الفاونديشن والباودر لوز باودر، وابتدينا نشتغل الوان على نود عشان تخلي البشره طالعه مش فيها الوان كتير، تحس ان الميك اب هادي. طبيعي، انا حاساها طبيعيه جدا. بالظبط. بس بعد البلاشر بقى هحط الهايلايتر واعمل كونتور باودر وخلاص، يبقى كده خلصنا الميك اب. فوق حتى فوق عينيها غمضي، احنا ما حطيناش غير الوان نود، هو لون واحد بس مش اكتر من كده. هو نوع ميك اب فعلا فعلا. وهي جميله كمان ما شاء الله عليها. بس بعد كده بقى نفنش الميك اب، هحط الليب جلوس بتاعها، ودلوقتي هحط الهايلايتر، ويبقى كده الميك اب خلص. بعد ما بخلص برش الفيكس بلاست ده. بس دلوقتي هرشه قبل الهايلايتر علشان الهايلايتر يدينا لمعه اقوى، ما يبقاش مطفي. الهايلايتر بخليها تغمض عليها. قال لك بلاش اللمعه الاقوى. احنا كده ده عشان اللمعه مش عشان تثبيت الميك اب. لا، هو برده بيثبت الميك اب في الاخر خالص. او ممكن استخدم المثبت بس اللي هو زي بتاع محمود سعيد او كاريولان، ده بيخلي الفينش في الاخر مش باودر، بيبقى طبيعي اكتر. تمام. بس بحط بقى الهايلايتر وخلاص. لو الباودر عشان ما يكلكعش زي ما بيحصل مع اغلب البنات، فده مش هيخليه يعمل كده. لا، طبعا ده بيخلي البشره في الاخر شكلها طبيعي، مش كانك حاطه كميه باودر على وشك او شكله مش حلو. تمام. فبيخلي شكل الميك اب احلى. طيب تنصحي العروسه بايه قبل فرحها؟ العروسة تعمل تنظيف قبل بشره فرحها قبل قد ايه؟ العروسه قبل فرحها لو هتفكر تعمل تنظيف بشره مش قبل فرحها ب 15 يوم، ده ماكسيمم. مش قبل ب 15 يوم؟ يعني المفروض تعمله قبل 15 يوم مش بعد كده. يعني ما ينفعش تعمله قبل الفرح بيوم، ما ينفعش تعمله قبل الفرح عشان المسام بتبقى مفتحه قصدي. وبعدين ممكن يحصل اي حاجه في البشره، يعني البشره تلتهب، تطلع حبوب. التنظيف بتاع البشره اصلا بيشيل طبقه من الجلد، فالميك اب ده حصل معايا فعلا لما انا عملت تنظيف بشره امبارح. وعملت الميك اب، فانا حاسه ان الميك اب مقشر، او تحسي ان البشره مجهده مش طبيعتها. فالعروسه المفروض انها تعمل ميك اب، تعمل تنظيف البشره قبل 15 يوم على الاقل. بالظبط. تمام. وتعمله ما تعملوش في البيت، لان في البيت هي مش هتعرف تقفل مسام وشها كويس، هي لازم تبقى عاملاه في مكان متخصص لده. بلس ان هي لازم تشرب ميه كتير جدا، ما ترهقش نفسها. ثواني بس، هي افرض عروسه مش هتقدر تروح مثلا مكان، تقدر تعمل في البيت. تمام. بس قصدك لازم تستخدم مثلا تونر كويس تقفل بيه المسام. بالظبط. لازم تبقى حتى على الاقل تشوف فيديوهات كتير على اليوتيوب تتعلم منها ازاي تعمله بطريقه بروفيشنال اكتر، يعني مش يبقى اي حد يعملها، لان هي ممكن تهلك بشرتها من غير ما تاخد بالها. بالظبط. بس كده. تمام. احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا هنا بنحط لها الليب جلوس، هو برضو لونه على نود شويه، فتحسي الميك اب في الاخر كانها مش حاطه ميك اب. نو ميك اب فعلا، بقول لك فظيعه. لا، تسلم ايدك. جميل. الله يسلمك. في حاجه تانيه بقى، لو مثلا العروسه عايز تعمل ميك اب بقى يوم الفرح او قبل الفرح مثلا بيوم وكده، عايز تعمل ماسكات او تنضف بشرتها، ممكن ترطب بشرتها بس، او تعمل ماسك قهوه وزبادي، الحاجات الطبيعيه اللي هي في البيت دي، يبقى قبل الفرح بيوم او بيومين. لكن هتعمل تنظيف بشره عميق، هتعمل بخار، هتعمل ديرما بين، ديرما رولر، الحاجات دي بتبقى قبل الفرح يعني بالكتير قوي 6 شهور. ست شهور تروح للدكتور جلديه كويس جدا. انما الطبيعي لو ما نفعش مش هيضر طبعا. بالظبط. تروح قبلها ب6 شهور تعالج بشرتها، وبعدين في علاج كمان الدكتور ممكن يكتبه لها، يبقى ما ينفعش للحمل.
يعني في كورس علاج للبشره والحبوب اسمه نتلوك. النتلوك ده لازم توقفه لو هتفكر تحمل ب6 شهور. فهي الفتره انا بقول لاي عروسه عندي او في خطوبتها مثلا، لو هتتجوز السنه الجايه تبدا من دلوقتي تعالج بشرتها، ما تستناش قبل الفرح بيوم ويومين وتقول انا هعالج دلوقتي. تعالج طبعا، مش تعالج مش بس وصفات طبيعيه في البيت، لا لا، تعالج عند دكتور جلديه كويس، تعالج شعرها، تعالج وشها، تعالج جسمها، ضوافرها، ايديها، كل حاجه تبدا قبلها بسنه. ما ينفعش انا فرحي بكره او الشهر الجاي ابدا بقى من دلوقتي اشوف انا هعمل ايه. تمام بس. طيب سؤال محير كل البنات، الاي براوز اللي هنا، الاي براوز ايه بقى؟ الاي براوز اللي هي حطاه اسمه جي كات. جي كات ده جل سعره مش غالي، هو منتج دراج ستور في متناول البنات كلها، بس هو ووتر بروف بس تحفه. هو فعلا حلو قوي. وبعدين احنا عاملين لها بتكنيك الهير باي هير، والمسكره بتاعت بنفيت في الاخر موقفه الشعر. هير باي هير دي اجمل حاجه، بصي طبيعي. تحسيه فعلا، ما بقول لك بيبقى مناسب للنزول الجامعه، اللي هي خروج الصبح. ما ينفعش بقى الشغل ان البنت ترسم حواجبها بقلم ويبقى من قدام مربع او مثلث، لا لا كل الاوقات. لا ده ما بقاش موضوع. طيب لو واحده الحواجب ضعيفه شويه خفيفه، تمام، تنصحيها ان هي تعمل ميكرو بليدنج ولا لا؟ بالظبط، الميكرو بليدنج بصي هو حلو قوي دي، لان البنوته مش بتحتاج تحط ميك اب كتير، مش بتحتاج ان هي ترسم حواجبها كتير، لان هو بيبقى نفس الشكل ده. حطه ما بيتشالش يعني كده، حواجبها بيبقى شكلها طبيعي، بس الفكره ان هو بعد كام شهر بيروح، فممكن تعملي عليه ريفيرب عادي. طب ولو عروسه تعمل ميكرو بليدنج قبل بقد ايه برضه؟ انا اقول لها تعمل ميكرو بليدنج، بصي هي المفروض تعمله قبلها بشهرين مثلا، بشهرين. لان هي بتعمل له عيده تاني، يعني هي بتعمله مش بتعمله على مره واحده وخلاص، هي بتعمله مره وبعدين بيبدا يقشر، نفس فكره التاتو كده، بيبدا يقشر وبترجع تعيده تاني من الاول. اللي هو بعد قد ايه؟ بعد اسبوعين تقريبا. تقريبا. طيب قولي النصيحه كده، النصايح للبنات اللي بتشوفك دلوقتي. النصايح للبنات قبل ما نختم الفقره. بصوا، لازم تشربوا ميه كويس قوي. اهم حاجه. لازم يشربوا ميه كويس جدا. الميك اب بلاش ميك اب طول اليوم، بلاش ميك اب طول اليوم. الميك اب يبقى في المناسبات، ولو انت اضطريتي تحطي ميك اب وعايزه تنزلي عندك عيوب تداريها، فعندك البي بي جي جي، الحاجات دي حلوه جدا. تمام. بلس ان بلاش فاونديشن الصبح، بلاش تطلع الشمس من غير ما تحط سان بلوك، بشرتها هتتبهدل حرفيا، هتتبهدل. لو طلع لك حبايه او اي حاجه في وشك بلاش تقشريها، سيبيها او حطي عليها مضاد حيوي لحد ما تعالجيها، لكن لو قشرتيها هتسيب لك اثر مش هتعرفي تخلصي منه غير بجلسات وبعد وقت طويل جدا. تمام. عندك بقى مسام مفتوحه، عندك اي مشكله في البشره، لازم تروحي لدكتور جلديه. ما تفتكريش ان الميك اب سحر، الميك اب مش سحر. عمره ما كان سحر. لا للاسف هم الميك اب بيقلل بس الزهور. احنا بنجمل البشره مش اكتر، لكن مش بيداري 100%. بعدين البشره اللي بتبقى انت مهتميه بيها زي الارض بالظبط، طول ما انت مهتميه بالارض وبتسقيها ميه وبتتعاملي معاها كويس هتديكي نتيجه كويسه. غير كده غير كده لا، يعني ما تهتميش بشكل الميك اب هو اللي هيغيرك، لا لازم انت كمان تبقي مهتميه ببشرتك بس. تمام. نورتيني في البرنامج، وان شاء الله تجيلي تاني باذن الله حلقات تانيه نعملها مع بعض. تسلمي. نورتني الموديل الجميله شيماء. شيماء نورتوني حبايبي. مشاهدينا نطلع فاصل نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم مشاهدينا الاعزاء بعد الفاصل ومكملين معاكم، ولسه ثالث ميك اب ارتست معايا منوراني النهارده استاذه زينب، هنتكلم عن الميك اب بشكل تفصيلي تاني. تابعوني. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ منوراني. موديل رحمه عامله ايه؟ منوره. اتفضلي نتكلم عن الميك اب بقى، اتكلمنا قبلك مع 2 ميك اب ارتست عن الميك اب، هنكمل مع حضرتك. اتفضلي. رحمة عملت لها في الأول كان عندها هالات. لا قبل ما نتكلم عرفي نفسك للناس. اوكي. انا اسمي زينب مصطفى. بدايتي ان انا كنت وانا صغيرة يعني كنت بحب احط ميك اب لنفسي وكده، بس ما كانش عندي الخطوة ان انا ابدا ان انا ابقى ميك اب، لغاية ما جالي الخطوة واخدت كورسات مع سارة سالم طبعا.
دي حد كويس قوي وحبيتها قوي وهي اللي علمتني الصراحه. كانت ميك اب ارتست معايا، مش اي ميك اب ارتست، لا اللي هي واخدين كورسات وكده يعني. ما هو لازم برضو ان احنا نطور من نفسنا يعني كده. انا بعرف احط بس لازم ان انا اطور من نفسي وان انا يعني اشوف الحاجات اللي ممكن تكون وقعت مني اشوفها مع ميك اب بروفيشنال ارتست. برافو، مش على طول انا بقى ميك اب ارتست زي ما بنشوف. لا طبعا. تمام كملي. بس فاخدت الخطوه، عملت طاعتها البيدج وبدات بقى ان انا اشتغل. انا لسه مبتدئ يعتبر يعني، يبقى لي لا بس ما شاء الله. الله اكبر على الميك اب. ميرسي، ربنا يخليك. بس طيب نتكلم عن الميك اب هنا. تمام. رحمه الاول طبعا بنرطب، بنحط تونر الاول، بنظبط البشره قبل ما نبدا الميك اب. بعد كده حطيت لها تونر عشان نقفل المسام. بعد كده طبعا رطبت لها بشرتها. تمام. كان عندها هالات سودا وحبوب حمراء طبعا بنعملها بالكوريكتور عشان نقدر نداري الهالات والبقع او الصبغات اللي في البشره. تمام. بالراحه الوقت معاكي، بالراحه اتكلمي. بالراحه. اوكي. بعد كده طبعا حطينا الكونسيلر كده بسيط. بعد كده بدانا نحط طبعا فانديشن، في طبعا اوفيس وفي ماك وفي طبعا الاعلى طبعا هدى بيوتي و ماركات كتير طبعا عاليه. بعد كده حطينا طبعا، بدانا ان احنا نرسم الحواجب. بعد كده طبعا لا وهي موديل موديل. الله اكبر. يعني ورايا موديل وحركات وموديل. اول مره ان انا اشتغل معاها يعني، احنا اشتغلنا مع بعضينا في الكورس اصلا. حبيتها وحبيت بشرتها عشان هي لسه هقول لك البشره، انا بعشق اللون ده. البشره دي بشره ما شاء الله عليها يعني. طيب قولي للبنات اللي هو درجه بشرتها بتحتار تجيب فاونديشن ايه؟ طيب اولا احنا لما بنروح نشتري فاونديشن احنا مش بنجربه في ايدينا. هجربه في الحته دي. تمام. عشان اقدر اشوف الدرجه ما بين البشره وما بين ال 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 تمام. تمام. ما بشتروش على طول، لازم اطلع بره في الشمس شويه عشان اشوف هيأكسد او بيبقى عامل ازاي عليا، عشان في درجات طبعا زي ماك مثلا بيأكسد درجه، فاحنا طبعا ما ينفعش ان احنا فعلا دي غلطه كبيره بتقع فيها البنات كتير بتشتري وبيأكسد معايا. طبعا. فلازم نشوف الدرجه الاول على بشرتنا. تمام. تمام. بعد كده بشوف بقى خلاص كده انا تمام اشتريت. في طبعا حاجات بقى هاي اند، في اوريجينال بقى الاعلى. في الدراج ستور، فحسب هي بقى عايزه حاجه يوميه ولا حاجه سواري ولا حاجه للعروسه يعني حسب. زي ما قلت انا في اول الحلقه بقول احنا بنصرف الفلوس كلها على الميك اب، لو جايبه النهارده هجيب بكره هجيب بعده، هو الميك اب وبس. طبعا. طيب في بنات بتبقى مش في مقدرتها ان هي تجيب هاي اند او تجيب حاجه عاليه قوي. الدراج ستور يعني اكيد كويس. طبعا. طبعا في ماركات كتيره دراج ستور حلوه يعني، في اماندا حلو، مش هنقول اسماء، بس هي تعمل ايه لو انا بستخدم دراج ستور دلوقتي وعايزاه يطلع لوك حلو جدا، اعمل ايه كويس عشان اطلعه حاجه عاليه كده؟ اوكي. احنا اهم حاجه ان احنا نرطب البشره كويس. هنشوف بقى لو في تصبغات او حاجه طبعا بنداريها بالكوريكتور. بعد كده بنحط الفانديشن. اهم حاجه ان احنا نثبتها بلوس باودر عشان هي هتطلع في الجو عرقت او حاجه، فاللوس باودر بتظبط برده الدنيا. في طبعا الكومباكت باودر يعني دي تحفه، دي ان احنا برده بنثبت بعديها تاني. هي الكومباكت باودر واللوس باودر الافضل ايه، دي ولا دي؟ اللوس باودر انا بحبها جدا. بحسها يعني بتقفل طبعا الدنيا وبتمسك البشره، ان بس هي الكومباكت باودر تقيله طبعا على البشره. طبعا. فمش يوميه. مش يوميه طبعا. يومية. فرح مناسبه كده يعني. بس تمام. طبعا بعد كده بدانا، بعد ما حطينا الفونديشن رسمت لها الحواجب. بعد ما خلصنا الحواجب رسمت لها سوري حطيت لها ترانزيشن كلر. تمام. بعد كده حطيت لها لون تاني تحتيه وعملنا كات كريز وسحبه اي لاينر كده ورموش. بعد كده طبعا الروج والهايلايتر والحاجات دي. استني هقف الاي لاشز هنا. اوكي. بتبقى طبعا بتختلف على كل شكل، عايز اي لاشز مختلفه صح كده؟ ولا عادي اركب الاي لاشز على اي حاجه؟ يعني احنا نحطها هنا. في الحتت دي والاضاءه بس. لا 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 انا اقصد الاي لاشز الرموش. الرموش لا. طبعا كل واحده وليها سحبه، احنا اهم حاجه تبقى لوزيه يعني انا مثلا عيني ممكن مش هتليق عليها دي الاي لاشز دي. تمام. طبعا بنجربها الاول، انا بجرب في
حاجات مثلا سي مثلا يعني حبيت اللوك بتاع رحمه ان هو الرموش تبقى كثيفه شويه فيه. كثيفه انا شايفه كده. ففي حاجات اخف، في حاجات انا اهم حاجه ان انا اوصل العين ان هي تبقى مسحوبه. السحبه هنا السحبه باينه قوي. اللي قلتي عليه الهايلايتر دلوقتي منوره لها فين بالظبط؟ هنا وهنا في النوز. تمام. والحته دي. واضح قوي. لا تمام ما شاء الله عليك. طيب تحبي تقولي ايه لكل بنوته عندها هوس بالميك اب تعمل ايه وتصرف الفلوس على طول لازم بس عشان الاهل بيشتكوا والله كده نقول إيه. احنا كبنات كده بس احنا عايزين نصيحه كده عشان الظروف والحياة قولي لنا بقى. اوكي احنا طبعا يعني ما نصرفش فلوسنا على ميك اب كتير، احنا ممكن بحاجات بسيطه خالص لو هي يوميه الكونسيلر بسيط، هنحط رجو مثلا، لبستك، رموش، الحاجات دي ممكن كمان نحطش رموش لان هي بتبقى يوميه بيبقى ميك اب خفيف. الحاجات دي هتعمل لوك حلو، بتبقى تحفه. اصلا اللوك السيمبل بيبقى جميل. يعني انا بحب اللوك السيمبل برضو قوي، يعني اكتريه الناس بتطلب اصلا اللوك السيمبل. عايزه اقول لك الاي شادو تحفه. تسلمي ربنا يخليكي. انت منوراني النهارده والموديل رحمه منوراني. عندك مكان سنتر صح؟ تمام. فين بقى؟ قولي. مدينه نصر. هو انا دلوقتي يعني باجر مكان بس انا لسه يعني بروح طبعا للبنوته او العروسه او بنأجر لها استوديو، استوديو يعني ثقه مني يعني ان المكان في المكان يعني. يعني المكان ده بتاعك ولا لا لسه؟ لا لا بتاع واحده صاحبتي. ربنا يكرمك ان شاء الله يا حبيبتي. ربنا يخليكي تسلمي. انت منوراني النهارده وان شاء الله تتكرر تاني ونلتقي مع بعض ان شاء الله الحلقات الجايه باذن الله. ان شاء الله. عايزه تقولي اي حاجه تاني للمشاهدين؟ لا تمام، بس بشكر طبعا بابا وماما واخواتي كلهم. هقول لك مين اكتر حد بيشجعك؟ صاحبتي طبعا، صاحبه عمري دنيا وجوزي، فالحمد لله يعني جوزي تاني ميك اب ارتست. الله اكبر. تقول جوزي هو يعني طبعا سبب ياريت... هو بيساعدني للرجاله. يا ريت كل حد بقى يساعد مراته، هي حابه ايه ويساعد. فعلا فعلا الراجل لما بيساعد مراته هي طبعا بيبقى عندها طاقه ان هي تبقى احسن ان هي تكمل فعلا. طبعا. يلا تاني ميك اب ارتست قالت كده جوزي، وانا برضو هنا بقول جوزي بيساعدني وهو اللي مشجعني وهو اللي بيجي معايا بصراحه، شكرا ليه برضو. انا التالتة النهارده. نورتيني النهارده يا حبيبتي. الفريق الاعداد عايزه الحاله اللي قلت عليها بعد اذنكم، في حاله انسانيه. انا شفت الفيديو امبارح على السوشيال ميديا فحبيت اعرضها. تقريبا انا البرنامج ده هيكون اول حد يعرضها الفيديو. بس تغيس بيكم حد يسمعني شكوتي يوصلها للمسؤول. انا محتاجه ازرع اسرار. ربي يجعلني مخرج وتكونوا انتوا سبب مخرجي يا رب. انا دلوقتي عندي تلايف عاليه، تلايف كامل، مفيش غير ربع اقل من ربع شغاله وعايشه بعشرين ساعة على جهاز الأكسجين بكهرباء، مش بيسعفني ومعاهم أنبوبتين أكسجين مستعفيني، مش قادرين يروحوا يملون كل شوية وكده، يعني كل يوم عايزة أملأ أنبوبة وأنا تعبانة تعبانة. بملكوا نظرة ليا الدولة تبص لي تشوفني مخرج من عندهم. محتاجة ازرع ازرع بالله عليكم انزلوني، انا تعبانه تعبانه. كنت بروح المستشفى عشان اخد اكسجين واخد علاج، دلوقتي مفيش حركه ليا نهائي ولا اي، مجهود وقاعده عصري مش بتحرك وراكبها ستار. لو اتحركت دخلت ورا واحده الحامي، ربنا ما يبقى حد الأكسجين بينزل خالص، اللي بيحصل يا كهرباء في جسمي يا ليت الأكسجين. حتى الكلام مش بقدر عليه، يعني عشان أكلمكم أخد أكسجين عادي والجهاز أوريكم استعملوه الكهرباء والأنبوبة. يا رب توصلوا صوتي لأي مسؤول
اي مسؤول يشوفني. الست بتستغيث، كاتبه كده على الفيس، بتستغيث بالسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي انسان بمعنى الكلمه، قلبه كبير، مستحيل يشوف الفيديو ده ويسكت عليه. وزارة الصحة، أنا بناشد وزارة الصحة إنها تشوف حل للست دي، أنا اتقطع قلبي عليها بصراحة، ربنا يشفيها يا رب. الجائحة بتاعت كورونا، إحنا دخلنا في المرحلة الثانية، ياريت الناس اللي بكم استهتار أنا شفته النهاردة في الشارع وحلها بسيط، أبسط حاجة حلها دي الكمامة، ان انا البس الكمامة، هحمي نفسي، هحمي بيتي، هحمي اسرتي. الناس مقصرة بره، تكلم اي حد يقول لك لا انا مش هلبس. فعشان كده احنا النهاردة جايين نتكلم عن ازاي الاجراءات الاحترازية وازاي ان احنا نقي نفسنا من فيروس كورونا. معايا الدكتور اسامة على الهاتف. الو. ايوه انا استاذ امنه. ايوه السلام عليكم، ازاي حضرتك يا دكتور، عامل ايه؟ وعليكم السلام، الحمد لله. معانا وقت قليل يا فندم، استاذن حضرتك توجه نصايح طبيه للمشاهدين اللي بيشوفونا دلوقتي، ازاي نقي نفسنا من فيروس كورونا، ازاي نعلي المناعه. اتفضل يا فندم. طيب، هو رقم واحد عشان نمنع العدوى يجب نلتزم بالتعليمات التاليه. تمام. الالتزام بالكمامه من كل الاطراف في المجتمع، التباعد المجتمعي مترين او اكثر مسافه ما بين كل شخص والتاني. تمام. التهويه الجيده، يعني ما ينفعش ان احنا نتقابل في اماكن مغلقه وغرف مقفوله والتهويه سيئه. تمام. لازم نهتم بفتح الشبابيك في الاماكن اللي بنتجمع فيها، ونقلل عدد الناس في اي اجتماع باقل قدر ممكن. دي نقطه، دي ازاي نقلل العدوى. اللي حاسس باي اعراض برد، سخونيه او ارتفاع الحراره او كحه او رشح او عطس، الحاجات دي ممكن تكون مشتركه ما بين الكورونا ودور البرد العادي والانفلونزا. صحيح. لكن احنا هنحتاط مع كل واحد تظهر عنده الاعراض دي. اللي عنده شغل هياخد اجازه المفروض في الفتره دي، المدارس كذلك هياخد اجازه مرضيه فتره السخونيه او حراره او كحه. تمام. من اسبوع ل 10 ايام. مش عايزين نزود حتى ادوار البرد العاديه في المجتمع. تمام. اللي بيكح طبعا اتفقنا هيكح في منديل او في كمه او في كوع او في اي مكان، بحيث ما ينشرش اي فيروس من الفيروسات الثلاثه اللي هو وقت انتشارهم دلوقتي، كورونا و... تمام. الف شكر لحضرتك يا دكتور على المداخله، ونورتني النهارده في البرنامج يا فندم، ميرسي لحضرتك. مشاهدينا بختم الحلقه معاكم، واستنوني في برنامج قهوتك عندنا الحلقات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.